سالين ديبو بالمهلي يا ابو ظاهر بالمهلي. ايه اخي ابو ظاهر، بصراحه انا جاي منشان شغله محمود بقى. شو رايك تعمل معنا معروف وتستنى عليه شوي؟ كلهم كم شهر بيرجع هالضمانه. والله الكريم لا اله الا الله. بس بدي اسالك، هاي شو اسمها بنظرك؟ مو اسمها خطبة؟ لا مو خطبة، لسه ما صار شيء. لك شو لسه ما صار شيء؟ هلا أنا رجال ورح أعطيك كلمة ولا أنا مو رجال؟ لا رجال. إيه معناها خطبة؟ لك إذا هو بيليق على حاله يرهن شواربه، لك أنا شلون بدي ليق على حالي قدام كل أهل حارتي وخطب بنتي لواحد راهن شواربه؟ والله هي شغلته عقدة، بس أنا فكري نعملها معه من باب المعروف. لك المعروف بنعمل إذا معروف بيرفع الراس، ما بنعمل إذا بيجر فضيحة. وبعدين مين قال لك كم شهر؟ إذا ما قدر يفك شواربه بسنة، لك أنا شلون بدي أقدر فك بنتي قدام الناس؟ الله يصلحك يا ديبو، الله يصلحك. معك حق يا أبو ظاهر، معك حق، بس شلون بدنا نحلها؟ خطيها المحمود. اللي بدي يعمل هيك عمله يا ديبو لازم يتحمل نتائجه. على كل حال خليه يستنى، بركي الله بيسر له وبتنحل مشكلته عن قريب. شايف يا محمود، لو كان أبوك عايش ما كان صار كل اللي صار. الله يرحمه بتراب ولد أمي. شو نفعته هالحكي؟ لا نحن ناقصنا زعل. نحن محمود يا محمود. جديد. ايه يا أبو الله يجعله خير. يلا يلا أمي يلا. ايه جاي ديبو جاي.
بو علي. علي محمود. تفضل تفضل شرف. يلا. يلا شرف شرف. تفضل ديبو. يلا يا رب. شرف. الله يعطيك العافية ديبو. طمني. أم حلا مشعيرة؟ لا أمحى ولا شعيري. شلون؟ أول شي حط إيديك ورجليك مي باردة. الظاهر إنه ما في نية يعطي للآ ولا في حدا غيره. الله يطمن بالك يا ديبو. بس كيف عرفت؟ هذا يا سيدي بعد ما حكى كل شي عنده شو قال؟ إيه شو قال؟ قال خليه يستنى شوي بركي الله بيسر له عن قريب. ها شو معنى هاي؟ المعاني كتيرة. المعنى يا صاحبي وهو اللبي انه الزلمة شاريك. عم تفهم؟ الله يبشرك بالخير يا ديبو. روح الله يكتر ألف خيرك. معناتها الشغلة صفيت عليك؟ ايه وانا قلها وجاهز لها. اول باشتان لازم وفي هالدينات بسرعة ديبو. وحياة عيونك لو وفيهم بأسرع وقت. معناتها الشغلة انحلت؟ والله الخبرية بتسوى الدنيا وما فيها. نحن أخوي محمود. تعرف ديبو تاني باشتان لازم دير بالي على شغلي أكتر من هيك. وأول شغلة اللي هعملها من على بكرة الصباح لح أرجع حق صحن الفول مثل أول ما تليك ونص أخي. وبيكفت الشغل مثل أول وزيادة بإذن رب العالمين. عظيم. هي أحسن شغلة تعملها لأنه العالم ما مع مصاري. بعدين نحن منا باسطنبول صعيد الدنيا بخير وكله من أكتره. بس ما في مصاري. مزبوط تمام أخي. من على بكرة الصباح صحن الفول بمتليك ونص وخلصنا. لا تواخذيني ام عبده. انت دفعتي لها الاجره للدايه؟ لا والله. ايه على عيني. وها يا على قامتي انا شو عم غلبكم؟ لا تاخذوني يا جماعه دخيلكم. لا يا الله يعطيك العافيه يا ام محمود. نحن اللي غلبناكي. تعطيكم يا الهي. تقبريني يا ام محمود. لا تاخذيني. وهي قرشه. قرشه؟ ايه تقبريني. مو هديك المره عطيناها 10 قروش يعني نص مجيدي. على راحتك. بس النبيل الدايه قالت لي انتو تنتين مدري شو قصدها. اي مزبوط. طي نص مجيده منيح يعني بقلها كنتو دافعين لقدام. ايه ايه ام محمود اللي لا نزيها دفعت عن ام عبده لقدام. ايه انت تدفعي عني انت. ليش لا تقبريني ما انت ست الكل يا ام عبده. يعني قلها كنتو دافعين لقدام. ضني امك كانت تدفع 10 قروش للدايه. لا اذا هيك معناتها امك كانت تدفع للدايه مثلي. طولوا بالكم طولوا بالكم يا جماعه رح اقلها انكم كنتوا دافعين لقدام. يوم تتقوصي ولك فلفلي ما بيهمني. كل واحد بيدفع قيمته. لك انا ام عبده انا رح ارجيكي هلا شو قيمتي. محمود وهي مجيدة. أنا أم عبده أنا. شفتي شو قيمتي؟ مجيدة كتر خيرك والله يعطيك العافية. يلا عن إذنكم بخاطركم هاتي القرشين أم محمود. عفوا نسيت والله تقبريني. لا تأخذيني. تفضلي خاطرك نزيهة. مع السلامة أم محمود. شرفتي وأنستي. مع السلامة. الله معك بأمان الله. مع السلامة يا أم محمود. مساء الخيرات. شو ليش متمسي اليوم ابو ظهير؟ اهلين اهلين ابو خالد. بدي اخلص من الحافه قبل ما امشي. تفضل. يا الله يا كريم. اعمل لك كاسه شاي. لا دخيلك بالقهوه عم يسقوني وطعموني كثير. لا تغلي بحالك. ايه وشلون الدنيا معك؟ أروشي كلها أروشي. وكمان بالليل في أروشي. معلوم يا عمي انتو بتناموا أنا بيشتغل راسي عليكو. مثل صاحب العيال لما بيصفن بعياله هن نايمين ما بيتأروش أكتر. وانت ليش حامل هم الدنيا؟ الآدمي دايما مظلوم يا أبو ظاهر. لا ونحن منظلمه أكتر ولا حدا بيسامحه. وغلطته الصغيرة كبيرة يا أبو ظاهر. مثل مين؟ مثل محمود مثل صياح.
كله مثل بعضه. ايه ربك كريم يا ابو خالد. دخيل اسمه الرب ما اكرمه. عندي هالبنت ابو ظاهر ما رح اجوزها لواحد قوي بنوب، بدي جوزها لواحد ادمي ونقدها الآدمية. ايه الله يستر عليها وعلينا جميع يا ابو خالد. امين يا رب العالمين امين. بخاطرك. مع السلامة. معلم. اهلا وسهلا صحتين وعافيه. ده يا خالي ده يا ليش مو هذا سعره؟ رجعنا للمتليك ونص شرف. ايه ها هيك بدنا يا مين. اهلا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. اهلا يا عمي عبدو تفضل. الله يزيد فضلك. عاوزك شوي محمود بعد اذنك. ايه ما على عيني. امور عمي شو هذا يا محمود؟ شو اللي عم بسمعوه؟ خير ان شاء الله. شوفي لك في حدا مديون مثلك بيفكر انه يخطب؟ وين رايح انت؟ شو نسيتني؟ نسيت شو حاطت عندي ضمانه؟ الله يسامحك يا ابو عبدو. ايه انا اول شغله مفكر فيها ان خطبوني وما خطبوني اني ارد لك ديناتك واخلص لك. طالما هيك ليش الزوازي هلا؟ بطيختين بايد وحده ما بينحملوا لك محمود. بعدين قبل ما تسال عن حالك وشو ناقصك اسال الناس شو بدها منك يا اخي. حاب ايدك ابو عبدو والله حاب ايدك. غلطنا ومنك السماح. لا تواخذني انا عم بحكي من شانك. خوش انا ماني خايف على شيء. الضمانه اللي عندي بتساوي الدنيا كلها. الله يعزك يا ابو عبدو. ان صدقت ولا كيفك اول شغله ناوي اعملها ما لح اصرف ولا نحاس من اللي معي لحتى ارد لك كل مصرياتك على دور مارا باذن واحد احد. صادق لك بصدقك لاني بعرفك. قلدي وافى بالاخير ابو ظاهر يعطيه الالقاء؟ ما بعرف. اثنين شاي نفس ارجيلي على كيفك. ايوه جاي. امرني شاي حميد ارجيلي عجل على راسي. واحد شاي وارجيلي على كيفك. امرني معلم انا رايح لدرسي لانه صار له زمان طاير علي وعم يعذبني. لازم معلم حاجته بقى. ان شاء الله معافى يا رب. الله يعافيك. بقى زعلته ما راح بقدر برجع. دير بالك على القهوه فتح عينك منيحه. اي امانه برقبتك. امرك. وين مفاتيحهم؟ ماشي معلم اعتبر كانك موجود واكثر. لكن انت مفضل على راسي. يلا بخاطر روح. الله يوفقك. الله معك. هات الارجيلة هون. يلا جاي. يلا لك وينك. اخ بس اخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو قاسم. اهلين وسهلين. اهلين ديبو. اهلين على الكرسي ابو قاسم. يلا ها بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله بسم الله يا معين. افتح لي فمك لشوف. ها يا سلام مستوي وجاهز. بس بده مين يقطفو. شلون رح تقطفو يا صبيعي هدول؟ مالك شايف مال عمون؟ ايوه. يلا غمض عيونك فتحت مكنة شوف. ها لك شو عم ضحك علي ديبو؟ وين الكلبة؟ مو هو وين ها؟ عند امه. ياك ارجع غمض عيونك وتوكل على الله. لا اله الا الله. يا رب يا رب. لك شو عم تسوي؟ لك ولا شيء. لكن ما عملنا شيء. رجع غمض عيونك. عامل بالك. لا تحرك. لك شو عم تعمل؟ ما عملنا شيء ولا شيء منوب. بدك طول بالك. انت عم تعذبني يا ابو قاسم. عم تعذبني كثير. افتح تمك. ايوه 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 يا رب يا رب. لك شو هاد؟ درسك. ايوه جاي لعندك. اهلين برجان. اهلين. شرف يا بي. وين المعلم؟ عم نقول وين المعلم؟ انت شايفه؟ اذا شايفه قل لي. بدك ما تواخذني صار لي ساعه عم بتنوع حوالي ماني شايف حدا بنوب. معناته صحيح انك دوشه. عليك.
مور ابو ضاي بشي سألك سؤال ما جاوبته. وين معلم؟ راح جاوبه. انا المعلم هون. انت المعلم لك ما خسر. واللي ما عجبه باب القهوه بفوت جمال. شو حكينا؟ عم نقول لك وين المعلم؟ عود هذا مو شغلك. اه مظبوط. لا تواخذني حباب، رجلي مو شايفتها. ما بيتواخذ يلي عيونه برجليه. ضبضب حباب. لا ما حاط ضبضب. افرز اذا بيطلع بايدك كان. بيطلع بايدي وبكسر راسك كمان. اذا انت رجال هذا الحكي طلع راس قهوه. طلع سيف طلع له. لا خلص طلع له. لا طلع له حلفنا وياه. اه بعد مشي مختار. لا يا حلمي. لا يا صوص لا. مو بعيد عنك. تكن انت وياه. والله يا رب الحارة فيك والله. عيا ترجع هي. بس جبان. ما لازم نوثقها فيه. طب وين ابو قاسم؟ ليش تمون؟ راح على البيت مختار. روحوا نادوا له. روحوا نادوا له. شو عم تساوي هون؟ زبون. ايمتى رح تضل قاعد؟ حتى يجي الحكواتي ويحكي لي حكاية. خليكم واقفين هون. حاضر مختار. سيف لا تدخل ديبو، قاعد هون ما يطالع من هون. مرحبا سيفو. اهلين محمود. ما كان بدي اياك تعال مع حدا بالحارة. كل الحارة واهلها على راسي. بس هو بلش صار يقلعنا وانا من دون شيء قلبي هيك منفوخ منه. طول بالك. وهلا يا صاحبي قعد له قعد له. انت روح لشغلك محمود. انا ما بدي اياك تفوتوا هالطريق. ما بدي اياك تفوتوا هالطريق. انا بحبك محمود. الله يعزك يا سيف. الله يعزك. انا بمون عليك لما لقى. بتمون على الروح كمان. يقوم نمشي لك. نقوم كل شيء الا هالشغله هي. قعد له قعد له. لك انا يضربني بالصينية. واذا اخذت عنك انا هالضربة انا معتبرها لي سيفو. راجعي لهون وحياة عيونك عالطيب. راجعي رجلي على رجلك. روح امشي امشي احسن ما ازعل منك. وبعدين خلاص قلتلك مالي تاركك ولا لعاتقك. بدك تمشي على تمشي سيفو. امشي سيف. وكل الله وكل الله وكل الله. روح هيك عجال. على كل حال ايام جاي مو رايحة. شو هذا مختار؟ نحن لساتنا بحارتنا. خير ابو قاسم خير. كلنا اولاد حاره واحده يا ابو قاسم. ومن هذا سيف؟ الزعيم عطاء الامان. يعني صار واحد منا وفينا ومنحطه بعيوننا ما منبهدله. ليش مين بهدله بالشيش؟ لا بصراحه يعني لا مو طايقنا. طولوا بالكم يا جماعه طولوا بالكم. شبنا بعدين انت مالك حسنان ابو قاسم. شو هذا مختار؟ ما تقوله للزعيم. لك شو بدي اقول له؟ كل ما بقول له بقول لي هدول اولاد. يلا بقى يا نسوان بعدوني خلوني اقعد بيناتكم. تفضل سيدي. تفضل. يا الله. ها. ما تاكلوا ما تمدوا ايدكم. انا ما باكل الا من ايدك سيدي. مو على عيني مو على قلبي طعميك انت يا سيدي. انا بدي طعميك بايدي. تفضل تقبلي. وتسلم ايديك يا فسقه انت. حبيب قلبي توعدني انك الليله ما تاكل الا من ايدي. ايه مو بعدين شو بدي احلى من هيك انا. تفضل سيدي. سيدي شو وعدتني؟
بتفشلني سيدي؟ هلا مو التنتين بغلاوة بعضكم عندي؟ معناتها ما رح بقدر فشل وحدي واترك الثاني، رح باكل لحالي. ها اه منك يا نزيهة انت شو قردي؟ حتى تشوف، حتى تشوف بعينك وتعرف سيدي ماله شايف غير. هلا لا تعكرونا يا نسوان، عندي فكرة. تفضل سيدي. هلا مو قلتوا التنتين بتحبوا بعضكم مثل الاخوات؟ بلا. لك قال ليش ما عم تطعموا بعضكم؟ ها؟ ايه؟ يلا لشو؟ أمام؟ تفضلي مع عبدو. بتمّا بتمّا. ايه. شايفي قديش بتحبيك؟ وانت التانية نقيلة حبة ظريفة، يلا لشو؟ أمام؟ يلا حبايب. شفتوا هلا ما أحلاكم؟ إن شاء الله صحة وعوافي. يبعد في حمى درتي، نسيت أنا كمان قلّي. إن شاء الله مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يبني يأسس سمنه حسن عوافي والآيلة إن شاء الله. آه هلا حلية السهرة. أكتر فوتاتي على الحارات مشانك. إيه حبيبتي قولي قولي. أكتر فوتاتي على الحارات مشانك، بسمع بصيتك بتقلب نيرانك. يا رب نسمة نيم عني جيرانا، لنصب خيامي على وردك وريحانك. الله يسلم هالتم يا حلوة يا أمورة يا ست سيدي 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 فتت من بستان لبستان. حبيبي حبيبي طابت لعدة، قول حبيبتي نزيها قولي. فتت من بستان لبستان، لقيت البط يلعب غط بإيده سلاسل ذهب جوات القلب حط. وحياة من إله ونجوم السما ما تنعد، لعب بقلبي كما لعب القلم بالخط. بتسلميلي يا نزيهة لعبت بقلبي والله. بتسلميلي يا نزوهتي يا أمر بيتي وحياتي. الله يسلم لي ياك يا حق. هاتوا سمعونا شي كلمتين حلوين عن هالدنيا وهالناس، لاني مزعوز منه هذا محمود الفوال ده الطفران ورايح بده يتزوج. يا بس والله أمو آدمية عم تخدمنا كتير سيدي. عم تخدمكم؟ بيش عم تخدمكم؟ مو بشي سيدي، قصدي عم تزورنا كتير. هي عم تخدمنا شي مع عبدو؟ لا أيو شو عم تخدمنا، عم تسلينا. ايه تذكرت لك كم كلمة بفشوا القلب فش. هاتي قولي لنشوف. الناس شوكن عاشرتن شكوك، وان اضحكوك عند الصباح عند المساء بكوك. وان كنت لطيفا ظريفا بعرضك يلوكوك، وان الزمك الدهر بلس سيدي ما بفكوك. الله حكم. منا ومنك صالح الأعمال. الله يسلم الديات يا أمي. وإليك يا أمي. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع يا محمود، البارح جبت لك حجاب للرزق، الكل عم يعدوا ويوصفوا عن منافعه، سامعني؟ شلون بدي استعمله أمي؟ تعلقوا بالدكان. يعني أنا عندي واحد معلق. لا يا أمو هذا عمله غير هداك، هداك حجاب على طول. هذا كل يوم بتشق منه شقفة وبتحرقها، عم تفهم؟ ايه امي ايه هاتي لبوسه هاتي. اسمع وفهم شو عم حاكيك يا محمود، هذا حجاب موصوف ومجرب، منافعه معروفة. نحن يا امو لازم نوفي هالدينات بأسرع وقت يا امي، لازم نخلص، وهذا هو الدواء. اوعى الدواء وتنساه. لا شو دواء امي، اعوذ بالله، الله يجعله خير وبركة مني. الله يبارك لي فيك يا رب. اللي يا مو ليش كنت مزعوز؟ ما في شيء امي خناقة. يو بين مين ومين؟ شغلة طويلة امي، طويلة مالك فيها. بس المرة انا ما راح اسكت لو صار ايش من صار. ايه يا بندورة مو كيفه؟
مرحبا يا بسيم. خير؟ خليك عندك. شو في محمود؟ إلا مرحبا عمي أبو قاسم. ميت أهلين بحبيبي وابن حارتي. شو في؟ أنت المعلم بالقهوة لما حدا غيرك؟ لا أنا. بيطلعنا نفوت على القهوة لما أنت حاطط خبر يقلعونا بغيابك. هسأل بدي أحكي معك كلمة ناقصة. صدر القهوة إلك وميت أهلين بالشباب اللي معك. بس مثل عادي يا صاحبي، منفوت على مرحبا وبنطلع على بخاطركم مع السلامة. ليش نحن أنت فتنا وطلعنا غير هيك عم أبو قاسم؟ والله الحكي مو لك محمود، الحكي لك كل القبضيات بالحارة. كلامه بينقال. اللي معي أحسن مني عمي. ميت أهلين فيكم الشباب. تفضلوا يا أبي، شرفوا. شرف سيفو. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. شرف شرف سيفو. شرف شرفوا يا أبي. هذا فياض. ميت أهلين بالشباب. أهلين أبو قاسم. سمعت الكلام ينحكى؟ سمعته معلمي بس ما فهمته. اسمع، مثل ما بقول لك بتعمل عمرك، انت التفت لشغلك وترك طاولتهم علي. معقوله؟ لك اخي انت طلع منها، ما بدنا نعمل اي بالحاره. بعدين اللي استقبلونا بدون يتزوجونا ببطلوا عنا، فما منيح اي. عمرك معلمي، روح ربي يوفقك. مروا يا بي، شو بتحبوا تشربوا؟ معنا نعزمك عم أبو قاسم. معلش يا خالي، أنا صاحب القهوة وطول عمري بخدمها. على راسي والله. ميت أهلين. لا تشاي بعد أمرك. على راسي. ميت أهلين بالشباب. يا أهلين أبو قاسم. لا تشاي على كيفك يا بي. لون بالترجمة هي. مو صعبة سيفو، مو صعبة. المهم نحن اللي قلنا أخذناه، فتنا على القهوة وقعدنا. أنتوا قعدتوا. بس أنا لساتني واقف. روّل سيفو روّل، وحياة عينك انت قاعد والمعلم ذات نفسه اللي عم يخدمك. ها وها شبنا سيفو. ما عم تلي روّل، عم جر الرواق اللي عندي. روّل عود عود. هديب الشباب. الله يسلم الديات. ان شاء الله بناخدمك بعرفات يا ابو قاسم. جمعا خليل. ميت اهلين. اهلين سليم. تروحي معنا أم محمود؟ بكرة رايحين على السيران كلياتنا. الله يهنيكم. شو رح تاخدوا معكم؟ يا ستي رح ناخد معنا فتوش ومقالي ونعمل جنبه شوية سلطة. والله هو السيران بتروح عن البني آدم، بس لك أختي كله مشي والله بتكسروا الرجلين. يو شو بدنا نساوي؟ بدنا نتسلم. شو قلتي؟ تروحي؟ تسلمي. لا تبكيلي يا أم نبي. يا مرة الحسيري شايفة مبسوط. اي والله بعرف، بس بعد ما توفى المرحوم الله يرحمه ما عاد لي نفس الشيء. رحنا كم سهران انا قلت. اي والله سهراننا بحزه، قاعدين لحالنا وما معنا حدا. يا لا ام محمود، هلا ليش الزعل؟ عم نحكي على السهران مشان نفرح. ليش ما تحكي الحقيقه يا ام نبيل؟ السهران مو حلو للي مثلنا، لا زوجي معي ولا اولاد ابني معي. الله يسامحك، ما بعرف شو صاير لك اليوم. هي الله بعد كرمه وبعت لك هالمحمود الله يخلي لك اياه. كل الحاره بتحكي بآدميته واخلاقه، وبكره ولاده بيعبوا لك البيت. ان شاء الله ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يا حصلتي عليك يا محمود من اول ما وعيت عندك وانت عم تشتغلي بجيب. رفقاته يلعبوا بالحاره ويشتغل ويصرف على البيت، ولما كبر صار لازم يدفع نص حق البيت. وهلا يا حصرتي الآن بالدين والكل عم بيخانقوا. لا ان شاء الله ما بيصير شيء. انت بتعرفي انه محبينه كثير، وعضوات الحاره كلها بتريده. والله قلبي قامطني يا ام نبيل. لك ايه؟ لا ام محمود لا تفاولي. بعدين انا بدي اقول لك شغله، بس خايفه ازيد على قلبك. هذا اجير القهوه كل يوم عم يبعث نسوان لبيت ابو ظاهر. قولي على عمتي يا ابني، يعني بعد ما وصلت اللقمة للتم وبعد كل هاللي قضاها صارت إلهم وإلهم. ايه ضوري الحديث يا ضامي. مرحبا ابو احمد. اهلين وسهلين. ايوه جاي. الحديد يا
بالنعمة يا أسي. أيوة جاي لعندك. عليك رجال. يوميت أهلاً وميت سهلاً أختي أم محمود. يا ميت أهلاً وسهلاً. تقبلين شلونك؟ شلون الأولاد؟ يدعب سلامتك يا ميت أهلاً وسهلاً. أهلين سهلين شلونك أنت إن شاء الله بخير؟ الحمد لله الحمد لله. تفضلي. وين فتحية؟ ما شفتها وينها؟ قاعدة جوا مع أخواتها. تفضلي ارتاحي. الله يزيد فضلك. شلونك أنت؟ الحمد لله. عم تتحسن ايامنا وعم تحلى اختي ام ظاهر. ايه دخيل اسمه هالرب ما بينسى حدا من كرمه. لا اله الا الله. ايه وهذا محمود الله يخلي لك ما عندك من بيته لشغله ودايم الدوم وراي. شو لازمك يا امي؟ شو ناقصنا؟ شغله ماشي والحمد لله وعم يضب ايده كتير. يعني كتير. ظني فتحيه ما شافتني لما فتح. لا ما شافتك. تشوفك العافيه الهي. ايه قليل شو تعبنا يا أم ظاهر لحتى وصلنا للي نحن فيه. صار البيت كله باسمنا، أربع مربعات كبار وعنا كباس مي والداي جارتنا والحمد لله. الله يكثر الخير يا أختي. وإن شاء الله على أدم بنت الحلال رح يزيد الخير أكتر وأكتر إن شاء الله يا رب. يلا بالإذن دقيقة. إذنك معك تقبريني. الله معي. اهلا وسهلا اختي ام محمود، عم نساوي لك قهوه. تسلم ايديكي ما بدي غلبكم، ان شاء الله فتحيه هي اللي رح تقدمنا اياها. لا اختي ام محمود، فتحيه ما رح تقدر تجي. ليش من غير شر؟ ما تشوفي شر عم تطبخ. يعني كنت ناويه اشوفها وسلم عليها. بدك الحقيقه؟ هل فتحيه بتنحب؟ تحبك العافيه، مشغوله شوي عم تطبخ. معناها معدلة وشاطرة. بيني بينك أختي أم ظاهر صار وقتها لتفرحوا فيها. يعني ليجي الحظ والنصيب. أنت بتعرفي إنه هاي شغلات تقدير من الله سبحانه وتعالى، بس الأفندي هو اللي بيحكم فيها. يسعدني هالمساء أبو أمين. مستحيل أبو خالد الله يسعد المساء. شو محمود مساء الخير. بيت مساء مساء العين. اهلا يا عم خالد. تفضل عمي. تعرف يا صاحبي انه الحمصاني نص حارس. اوف ليش بقى؟ نص شغله بالليل. ايه والله شو بدنا نعمل؟ الحمد لله. فوت عمي فوت اعمل عصعنفور. فوت. لا كتر خيرك ما عم تطعمين الصبح حاجتي. هي وقفت على صحن فول. فوت لك. يا ما بتوقف على صحن فول بهالدنيا بيكون واحدنا معرم معرم وما له شايف حدا قدامه، بالاخير بتوقف على صحن فول. يا لطيف. والله يا محمود انت لازم تدير بالك على ارشاد، نحن كلياتنا لازم نساعدك. ونصيحتي لك يا ابني خليك بطريق الخير وعلى هداوي. ما في حاجه الانسان يورط نفسه بالمشاكل. والله الحق معك يا عم خالد. صحيح انت عشت بحياتك مظلوم يا محمود، بس المظلوم طريقه ضاوي، هداك الظالم يلي طريقه معتم. مظبوط والله كلامك كله جواهر يا عمي ابو خالد. بس قبل ما انسى وصيت الميمه دخيلك. الله يخلي لك اياها يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. عالمية التوفيق وجلب الرزق باذن رب العالمين. امين يا رب العالمين. نفس عجمي عندك. عاو الشيب عبدو. سلامتك يا لطيف على شغلة هالدين ما أصعبها. بتدين صاحبك بتخسره. صحيح. لك وإذا بتحيجك الأيام وبدك تدين من حدا ما بتقدر تنام الليل لك أبو عبدو، كأن جربوا عم يرعاك. والله مظبوط.
ايه الله يصلحه هالمحمود. شايف بالله منيح اللي طلعت من ابو ظاهر ما طلعت مني. ابو عبدو على علمي لساته عم يبعث نسوان. معقول؟ لكن هيك عم يحكوا، مو جماعتي عم يدوروا لي على بنت الحلال، اسمعوا. وبعدين شلون بدي اخلص من هالورطه؟ ربي يعينك تجاه ملائكته. اي شو سيران يا ام محمود قضينا بين نهورا؟ اي والله اشتهيناك تكوني معنا. تشتهيك العافيه وان شاء الله انبسطتوا. ايه انبسطنا ونحن هني، لكن بالروحه والجيه يا خيتي تكسروا رجلينا وكمان ضوعنا ايد الهاوي. الله يساعدكم. انا الله يرحمه ابو محمود كان يستاجرنا حمار ويحط كل هالاغراض عليه ويركب هو وابنه وانا امشي قفاهم. ودخليك يضل الحمار معكم؟ لك عن طول النهار. ايه بس نحن ما بتزبط معنا لانه نحن كتره، شو كم حمار بدنا؟ يلا اختي النبيل الله بيسر. شو بدي اقول لك اختي النبيل، انا قاصدتك بهالخدمه. من عيوني تقبريني. قولي قولي. تقبريني يا ام نبيل، بدي اياكي تمري لك مشوار لبيت ابو ظاهر. شفتها امبارح ام ظاهر تغيرت علي وانا ما رضيت اقول له لمحمود. تكرم عيونك، ان شاء الله بروح لعندهم وفش لك قلبك. يو انا ام نبيل الدايه انا. ميت اهلي سيف. لك شو سيف؟ فاهم؟ شلون الدنيا معك؟ واقف على ايديها. اوف ليش؟ مزعوز ما عم بنام طوال الليل. ايه بتهون، كلياتنا صارين عم نسهر. لكن الحقيقة السهر بياكل بني ادم اكل. والشيء بالشيء يذكر. هذا يا سيدي كان في واحد زلمة عنده عبد. عم تسمعوا؟ تفضل. شرف ديبو. هذا يا سيدي الزلمة كان عنده عبد وكان يحبه كتير، والعبد دايم الدوم كان يترجى سيده يقول له دخيلك يا سيدي اعتقني، امتى بدك تعتقني؟ وسيده ما بده يعتقه. أما هذا شو بده يساوي سيده؟ راح دبر جلد بني آدم ميت واخده عند الكندرجي وقال له دخيلك بدك تساوي لي منه كندرة. هذاك الكندرجي أخذ الجلد وساوى منه كندرة مثل عادة. رجع سيده واخذ الكندرة وعطاها لمين؟ للعبد. عشت. وشو قال له سيده للعبد؟ قال له خذ الكندرة وامشي عليها وبس تنهرى ببقى بعتقك. هذاك العبد فرح كثير وقال له كتر خيرك يا سيدي، فضلت على راسي. شو فضلت على راسي؟ شو قال لحاله؟ انه بكره كلها كم شهر وبتنهرى وبصير حر. فهمان بقى سيدي؟ اخذ الكندرة وصار يلبسها العبد طول النهار، يقضي مشاوير، يركض، يقضي غراب، والكندرة ما كان يشلحها من رجله أبداً. ليش؟ كانت تكتري. تمام، بس اللي صار إنه الكندرة ما كانت تنهرى، قد ما مشي فيها وقد ما لبسها ما كانت تنهرى. مضت سنة، سنتين، ثلاثة وما كانت تنهرى. شو بده يساوي العبد؟ أخذ الكندرة وراح لعند واحد من أهل المعرفة وسأله. قال له لو دخيلك، شو قصة الكندرة؟ وقام هداك العارف الفهمان طلع بهالكندرة هي، عرفها. قال لي شوف يا ابني، هاي الكندرة مساواية من جلد البني آدم، وجلد البني آدم ما بيضني إلا الليل لأنه السهر بيضني. شو والله بيضني. أما هذا العبد أخذ الكندرة وصار يمشي فيها بهالليل كل ليلة شي ست سبع ساعات، وما مضى كم أسبوع إلا وبلشت الكندرة شو تهتري. آها، أخذ الكندرة وراح لعن سيده ورجا ياها. عم تطلع في سيده هيك قال العمى، لك شلون عملت هيك؟ شو يلي صار لحتى انهرت؟ اما هذا العبد حكى له الحقيقه، حكى له القصه من اولها لاخرها. بس بالاخير شو قال له العبد لسيده؟ قال له تاري جلد البني ادم ما بيهري الا الليل. طلع فيه هيك سيده قال له روح عتقتك. وهي هي اللبه. يا عيني عليك يا ديبو، يسلم التم. اسلم التم. نعيما يا الله. الله ينعم عليك. نعيما. الله ينعم عليك. نعيما ابو ضاي. الله ينعم عليك.
خلي سيف. لو انسيف والله بتخليه انسيف. معوضين. نعيما يا رجال. مع السلامة. السلام عليكم. شرفت ابو ضاي. نعيما. مع السلامة. دخيلك يا ديبو. دخيلك. عود لشوف عود. بنات اداني نازلين يا ديبو. قصة حلوة. هات لشوف. تحت امك لشوف. استنى. شو يا عبي استنوني بدهم مين يقطفون. شلون؟ لا تخاف لا تخاف هلا بفقي لك ياهون. دخيلك يا ديبو. يا لطيف شو معبعين. يلا بسم الله. طول بالك. لا تطول بالك. ولا كلمة. معافى يلا مطمط بمي وملح على طول. يلا مظاهر وين فتحية بدي شوفها. امرك ام نبيل. ها شح اجي. فوتي خالتي فوتي لا تستحي انا مثل امي. يخزيت العين حولي. اللهم صلي على النبي على الاوام. ما شاء الله على هالترباية. فتحية سلمي على خالتك ام نبيل. مرحبا خالتي ام نبيل. لك ميت مرحبا يا عيون خالتك ام نبيل. ما شاء الله على الاخلاق العالية. شوفي الله يخليكي. تعي لشو لك تسلميلي ما احلاكي وما اظرفي. لا خزيت العين عم تبشر. محروسة منيح. تعي هاتي بوسة. ايش هاد؟ الله يهني ابن الحلال على هالنظافة. لك الله يهني ويبارك له كمان. فتحية روحي انتي. عن اذنك خالتي. اذنك معك يا عيون خالتي. شو هالكمنجة الناعمة. مع السلامة يا حبيبتي. سبحان الذي خلقك وكونك. يسلموا ايديكي يا ام نبيل. شلون شفتيها؟ ما بتتقل بالذهب. نياله نياله صاحب الحظ والنصيب. بيني وبينك انت دايتها من هلا ومالك غريبه. تاخرت على جواز كثير الفتحيه. راح تطبق ال 15 سنه. ايه لا حاجتها بقى. لازم ابوها يقول ايه. بعدين العريس واضح وام محمود طاير عقلها فيها. والله ابوها معه حق. هي عمله بتنعمل تبع محمود. الله يصلحنا. والله جبر يا ام ضاهي. بعدين عليم الله انه شب ادمي والحاره كلها بتشهد باخلاقه. طيب شو بده يعمل؟ يطلعوا من البيت ولا يسكنوا عنده الناس الفايت فايت والطالع طالع؟ انا بقول انه هالشب شهم وما بتعيبه هالشغله. شو طالع بالايد يا ام نبيل؟ اذا بقول لك ما بتقولي لحدا. كبير ماله قرار قولي. بيني وبينك ابوها رايده لمحمود ومن سنتين ونحن عم نستنى على هوا قول امه. وقام راح عمل هالعمل اللي ما بتنعمل. لا ام ظاهر بدكم تطولوا بالكم. شب ادمي مشان دينه ورهينه تضوعوه من بين ايديكم مو حلوه. اي والله انطلبت كثير هالفتحيه وابوها قال لا وهلا رجعت تنطلب. وانا مالي حسناني افتح تمي معه بهالموضوع. ايه معناته زعلان كثير. ايه من كل قلبه. درتي؟ نعم خير. حابة زور بيت أهلي ما بتوصلي معي؟ شو أخذني لهنيك بحارة تانية؟ يي والله بيطير عالها أمي فيكي. تسلم لي أمك هي وعقلها. طيب ما عم بعمل لك توب لابنك سعده؟ كتر خيري. على كل حال عم تعملي لابن جوزك. صدقيني يا أم عبدو أنا بحب ولادك كأنهن إخواتي. بك العافية. يا ربي شو أعمل؟ أبو عبدو ما بيهون عليه اطلع إلا ورجلي على رجلك. صار لي 6 أشهر ما شفت أهلي. شو أعمل لك؟ أم عبدو أنت ما أكلتي قتلة مشان الداية. شو جاب هالسيرة هلا؟ ولا شي بس الأفندي لازم يعرف إنه مو لحالي عم بتداوى. يا على عيونك شو عقربة. الله يسامحك. شو عم تبربري لحالك؟ ما عم بقول شي عم بقول ان شاء الله تقبلي توصليني اكلها توصيلة ام عبدو. ما رح اقبل. لك مستني القتلة. يقتلوكي. والقايلة. ينتفوكي. والقايلة. انا ابو عبدو ما بيقتلني.
تعظيم سلام أفنديم. لمين عم تحكي؟ لجيراني؟ عبدو قولي بوصلك وبسامحك وبصير بحبك. شو بتروحي بتوصليني ولا ما بتروحي؟ ما بحسين. طيب ليش؟ مبروقة. الله يخليكي معمدو ان شاء الله. بدي اشوف اهلي والله مشتاقة له كثير. طيب لا تبكي، حاش تبكي، بوصلك. اسمع ابو عبدو، انت عامل معروف مع هالزلمة ونحن شاهدين عليه ومقدرين لك ياها، لكن محمود ما بيقصر وانت بتعرفه منيح. ايه شو معناته هالحكي؟ يروح يتزوج؟ هاي مو جوازة يا ابو عبدو، هاي مجرد قول. يعني انت بترضاها انه هالدين تضره؟ ليك اسمع هالحكي، انا بدي اضره انا؟ أنا رجال بدي مصاري وبس. هلا معقول يقصر معك يا أبو عبدو؟ لك شو بينا محمود؟ حكي لك كلمة. شو بدي أحكي يا مختار؟ شو بدي أحكي؟ عليم الله من أول ما أخذت المصريات من هالزلمة وأنا عم صمد له فيه. كثير منيح. خليك هيك لحتى نخلص. حاضر، خلص مثل ما بدكم. بدكم يا بيصير. لك يا محمود يا ابني، ليش لا تفتح علينا ست زواج من هلا؟ بعدين البنات كلهم مثل بعض هون، يلي صبرك كل هالعمر بصبرك الكم شهر. لا يا سيدي، مو كل البنات مثل بعضون. اي والله انت عم تصعبها ابو عبدو. الحقيقه عم تصعبها. لك يا طالما الرجال قال لك حقك محفوظ، شو بدك منه بقى؟ اتركه حل عنه. اخي بركي بيدبر حاله وبياخذ قول من ابو ظاهر. شو محمود ما تحكي؟ ما بتوعدوا هالزلمه انك تحافظ له على حقه حتى لو اخذت قول على البنت؟ شو بنت وما بنت؟ عليم الله 20 بنت ما بيخلوني يتأخر له بارة واحدة بمصرياته. ها هاي اسمع بيعتناك، شو بدك أكثر من هيك؟ يا سرى أبو عبدو، يا سرى كرمالنا. طالما هيك خد راحتك لك محمود، الله يوفقك. حلو، الله يبشرك بالخير يا ديبو. معناته لازم نعمل له لمحمود احلى ليليه. ليش لا؟ بس وين بدنا نعملها؟ ولازم ما نكلفه بشي. لا لا لا، ما رح نكلفه ولا شي، كل واحد بيجيب اغراضه معه. انا علي الكعكه. كعك؟ ايه كعك. شو بو؟ ايه لا ما بو شي، بس وينك؟ لازم نخلي الدشاش يغني للصبح. ايه مشي، وانا بلعب حقم. لعب الحقام شغلتي من صغر سني وحاملتي، مالي غر الأبضانة وهي والله رايتها. الله حيوه. خلاص أخي، بكرة بنعمل الليلية عند محمود. مشي. أي مشايخ أهلي بالأبضانات. ايه تعال انت. انا؟ نعم حضرة الضابطية. انت لازم بيعرف؟ شو لازم اعرف؟ في سؤال مشانك. شو هو؟ بيعرف واحد اسمه صوفي اكر؟ اه بيضا ورغيف. لا ما بعرفه. لازم بحكي صدق. قلت لك ما بعرفه. ما في حدا غريب عن حارة هون؟ غريب؟ اعوذ بالله، شو بيفوت الغريب على حارتنا؟ خاطركم ظابطية. ايوه جاي لعندك. خمسة سم الهاري عندك. ليك جاي. اهلين الشباب. اهلين معلم محمود. اهلين. لك عود حاجه تلبك حالك بقى. ما في لك يا بشو، الحفله كلها مشانها. عود بقى. والله خليكم. وي وي وين بدك تقعد اخي محمود؟ اخي شرف انت معلمنا الليله. لا والله بضل مطرحه اخي. الله يخليك تقعد هون اريح لك. الله يعزك يا ابو ضايع على راسي. تسلم. شو يا رجال،
شايف ما حدا قدم واكل كعك، هذا مش كعك انا جايبه. شو بكون انا بتعزمكم يعني؟ ها شرف اخي ديبو. لا لا معلي شي، بس لك نص الشاي باكل كعك. انت دائما بتخجلني. ما عاش اللي بيخجلك. ها صحتين ديبو. شرف مشيش. انا اسناني مو خارج كعك اخي، بلك مي وكله. يسلموا. شرف محمود الله يعزك. صحة وهنا. هات سمعنا صوتك مشيش. ايه لعيونك. أنا ما بكيت لكن هم اللي بكوني يا باطي. يا سلام. واني ما شكيت لكن هم اللي شكون يا حيف. سلامة قلبك يا حيف. دمعتين هرت من عيوني قالوا بكى. تسلم عيونك. أنا ما بكيت. تسلم. تسلم. أنا ما بكيت، أنا ما بكيت، وداري يا مو يا يامو يا يامو داري يا ري الحلوة ماشي بيك مختر وش علي ناري. داري يا مو يا يامو يا يامو داري داري الحلوة ماشي بيك مختر وش علي ناري. ما بقدر أحكي أخواله كتار ولا بقدر روح له مومو. يلا يلا جاي جاي بخليد. روح له محمود يمكن جاي يتسلم. شو يا ليكون ما بده يانا نغني؟ لك لا يا زلمي، ما في قد منه بيحب البسط والسهر. بعدين العالم كله سهراني بكير للساعة. شرف بخالي. شرف شرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا الله يخليك. لا والله ما بيصير. شرف انا بدي اقعد هون. يا مرام يا رب. شو في؟ ما في ابو خالد؟ ان شاء الله ما في الا الخير. والله شو في؟ هالحياة بدها طولة بال يا محمود، مو هيك؟ ايه مزبوط. هذا ابو قاسم اخذ جاهة كبيرة هلا ورايحين لعند ابو ظاهر من شان حمدي لقاه. لا والله زعلني شي لا والله.